إلى جانب نقوش متزاحمة لرسوم ورموز، وعلى صخرة تبعد بضع خطوات نقوش ربما لا تبدو جميلة، إلا أن في خطوطها المتداخلة المتشابكة جمالاً آخر وفناً في الخط، خط لكاتب يغرد خارج السرب واضعاً قاعدته الخاصة به. يا شيخ محمد، لا شك أن النقوش المدنية كلها جميلة، ورأينا نقوش آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميلة جدا، وكذلك آل الزبير، ونقوش نسوية كثيرة، وهذه نقوش آل كعب بن مالك رضي الله عنه. لكن ملاحظة، وأنا لست خبير، أنت الخبير وتعلم المشاهدين، يعني رأيت خطوطهم جميلة لكن ليست بجمال خطوط العمريين والزبيريين. سنقف لاحقا بإذن الله على خطوط ستراها أجمل في خطها. حقيقة كل خط من خطوط أهل المدينة من العوائل له رونق خاص وله جمال خاص. هذا أحد نقوش أحفاد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد اقتبس في كتابه هذا من الآية 9 من سورة الصف. يقول في كتابه هذا رحمه الله: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. وكتب الزبير ابن معن ابن خارجة، هذا معن وهذا ابن وهذا خارجة. خارجة معن هذا أخو المحدث زيد ابن خارجة رضي الله عنه، وخارجة هذا هو ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، أيضا محدث من أهل المدينة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن هانئ فيما سمعه عن غيره: كل آل كعب ابن مالك محدث ثقة روي عنه الحديث. وهذا خارجة ابن عبد الله محدث ثقة روى عن والده رضي الله تعالى عنه.